استضافت مملكة البحرين للقمة العربية 33، يعبر أولاً عن المكانة الطيبة والمحترمة التي تحظى بها مملكة البحرين لدى أشقاء العرب، واختيارهم للبحرين لتكون مقر لهذا المؤتمر إنما ينبع من هذه الثقة، وأيضاً من الثقة بحكمة جلالة الملك أحمد بن عيسى الخليفة حفظه الله لإدارة هذا المؤتمر ولرئاسة الجامعة العربية أو المؤتمر لمدة سنة حتى العقد القادم، وهذا طبعا يعطي أمل كبير في أن تكون هذا المؤتمر يعني مميز، وخاصة وأنه ينعقد في ظل ظروف صعبة جدا تمر بها المنطقة العربية والمتمثلة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات ومن فضائع ومن جوع ومن تشريد، وهذا طبعا يعني يضع على القمة العربية مسؤولية كبيرة سوف تتخذ فيها إجراءات متأكدين أنها ستكون لصالح الأمة العربية ولصالح القضية الفلسطينية، وتؤدي في النهاية إلى وقف هذه المجازر، وقف هذه الحرب. البحرين بطبيعة الحال يعني متبنية دائما للقضية الفلسطينية وتجعلها في الصدارة وتعتبر قضية مركزية لدى الحكومة والشعب البحريني، وهم بالتأكيد يعني من خلال هذا المؤتمر سوف يعني يعبرون أو يعكسون هذا الاهتمام، والذي بالتأكيد إن شاء الله سينعكس في قرارات المؤتمر.